مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وكما كل أربعاء نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج أوراق لنسلط الضوء على قضايا تخص المجتمع الكرمي والوطن بشكل عام. في كل يوم أربعاء نطرح قضية تتعلق في مؤسسة، بفكرة، نطرح قضية تتعلق في سياق معين. هذا الأربعاء خصصنا قضيتنا وخصصنا موضوعنا في برنامج أوراق للحديث عن العلم الفلسطيني، رمزيته وأبعاده، وتحديدا بالموازاة مع ما يقوم به الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، وأيضا رفع العلم الفلسطيني بين كل أعلام الأمم والدول في نيويورك، وهي الحاضنة لمقر الأمم المتحدة. اليوم سنتحدث عن العلم الفلسطيني من ناحية الألوان وناحية الأشياء والتتبع التاريخي أيضا له، وكل ما يرمز له العلم الفلسطيني. وبطبيعة الحال ضمن خطوة تقوم به القيادة الفلسطينية لتعزيز واقع دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال. يسعدنا أن نرحب وأن نستضيف معنا في برنامج أوراق عبر شاشة تلفزيون السلام السيد بدر ضميري، مدير التوجيه السياسي والوطني في محافظة طول كرم، للحديث عن كل ما يتعلق بالعلم الفلسطيني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. إذن بداية عند الحديث عن العلم الفلسطيني، هذا العلم الذي ضحى من أجله الآلاف من الشهداء، يعني لنذهب لموضوع تاريخي قليلا، كيف يمكن تفسير ألوان العلم الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلم الفلسطيني له تاريخ فلسطيني وله ألوان تاريخية على الصعيد الإسلامي أيضا. بالنسبة للصعيد الفلسطيني، كان العلم الفلسطيني منذ عام 1916 عندما اختاره الشريف حسين راية له في عام 1917. بداية هو اختار الراية الحمراء في الثورة العربية، وبعد عام تقريبا اختار وصمم علم فلسطيني كان ألوانه شبيهة بالأعلام العلم الفلسطيني تماما، إلا أنه كان الفرق أنه الأخضر في الوسط بدل الأبيض. وبقي هذا العلم إلى أن جاء الانتداب البريطاني وصمم علما للانتداب البريطاني، وكان لونه أحمر ويتضمن دائرة بيضاء مكتوب فيها باليستاين بالإنجليزي، وبالجهة اليسرى للناظر يكون فيها علم بريطانيا. وظل هذا الموضوع حتى عام 1947. في عام 1947 في مؤتمر الفلسطيني في غزة تم تعديل ترتيب ألوان العلم الفلسطيني، وبقي المثلث الأحمر يخترق ثلاث ألوان متتابعة هي الأسود، ووضعوا بدل الأخضر في الوسط الأبيض ثم الأخضر. وفي عام 1964 في القدس أيضا اعتمد العلم تبنوه، وفي عام 1988 أيضا اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية العلم الفلسطيني علما لدولة فلسطين، وبقي هذا العلم راية لدولة فلسطين. أما من ناحية الألوان فهناك تتبع للون الأسود والأبيض التي يعني كانت ألوان رايات الرسول صلى الله عليه وسلم، الأبيض والأسود، والأخضر كانت هي راية الفاطميين تأسيا بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الذي تلحف بغطاء الرسول عندما هاجر من مكة إلى يثرب. والحمراء هي راية الرسول في غزوة خيبر وكتب عليها نصر الله وفتح قريب. فهذا هو تتبع تاريخي. أيضا كانت هناك راية الأمويين البيضاء تأسيا براية معركة بدر، والراية السوداء راية العباسيين استذكارا للثأر للحسين بن علي. وأيضا كانت أي الراية الحمراء للفتوحات الإسلامية في شمال أفريقيا والأندلس. ومن هنا يعني خلينا نقول العلم الفلسطيني هو في النهاية لم يعني يستحضر فقط فلسطين كمنطقة، إنما استحضر كل التاريخ الإسلامي والعربي في المنطقة. نعم، وهناك دول أيضا هي تأخذ هذه الألوان بترتيب آخر، الكويت، السودان، الإمارات العربية، وكثير من الأعلام العربية هي أخذت هذه الألوان تأسيا بالتاريخ، التاريخ الإسلامي. طيب في الحديث عن العلم، يعني الكل يتساءل العلم يعني ما أهميته بداية، يعني كأهمية ورمز. ثانيا يعني نريد مثلا منك إيجاز فترة
العلاقة ما بين الفلسطيني والعلم الفلسطيني، تحديدا هذه العلاقة بدأت في الانتفاضة الأولى، يعني إذا كان هناك في إيجاز منك قليلا. نعم، بالنسبة للعلم الفلسطيني رمزيته، وهو أحد الرموز الفلسطينية، وهو أهم الرموز الفلسطينية. هذا العلم، هذا العلم الذي ضحى من أجله آلاف الشهداء، هذا العلم الذي لاقى آلاف الأسرى العذبات من أجله، وهذا العلم الذي لا عز لنا إلا بوجوده، لا سيادة لنا إلا عندما يرفرف عاليا. هذا العلم الذي يمثل كثيرا من القيم الفاضلة والمساواة والعدالة والتضحيات، القوة، هذه راية فلسطين. هذا العلم الأوحد لفلسطين، لا راية، لا علم غيره لفلسطين، علم واحد لنا، علم واحد، وهو رمز من رموزنا. بالنسبة للانتفاضة الأولى، العلم هو مقدس بالنسبة لنا في كل مراحل تاريخ نضالنا، هو مقدس. والانتفاضة الأولى كانت مقارعة الاحتلال ومجابهة الاحتلال، وكان من يجمع في أي عمل فني أو أي عمل نشاط يجمع الأربع الألوان، أو كان يعتبر إرهابي أو يعتبر معتدي على دولة الاحتلال، وكان يسجن ويدفع غرامة عالية. وأنا دفعت غرامة على لأنه كنت أحمل لوحة بها أربع ألوان وليست بترتيب علم. فكثيرا من الشباب، وأنا أتذكر الشهيد الجراد الذي صعقته الكهرباء أثناء تثبيته للعلم على عمود الكهرباء، وكان نخاطر بأنفسنا من أجل أن نضع هذا العلم على أعلى المناطق، على أعمدة الكهرباء أو على البنايات، من أجل رفع هذا العلم عاليا، لأنه هو رمز لنا، رمز شموخنا ورمز سيادتنا. يعني إذا العلم هو رمز لتضحيات، العلم رمز لتاريخ نضال فلسطيني متواصل، لكن الأهمية لرفع هذا العلم على مستوى محلي ومستوى عالمي، الأهمية أيضا بشكل عام للأمم، يعني الأمم عندما ترفع علمها كيف تشعر، إلى أين تجدر أهميتها؟ نعم، يعني نحن نستذكر في شهر 11/2012 عندما حصلت دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهذا كان يوم تاريخيا بالنسبة لنا، والآن واليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا، وهو انتصار لنا في أن يكون علمنا ضمن 193 علم مرفوعة في الأمم المتحدة، وعار على العالم كله أن يكون هذا العلم مرفرفا بين أعلامها وما زال فلسطين تحت الاحتلال، عار. ومن هنا يأتي خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة حول إنهاء الاحتلال. هذا العلم الذي سيرفرف إلى جانب كل أعلام العالم، يجب أن ينتهي الاحتلال، يجب أن ينتهي هذا الاحتلال على أرض فلسطين، وتكون فلسطين دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ولها عاصمة وهي القدس الشريف إن شاء الله. بالتالي نحن نتأمل، ومن أن يضع الرئيس أبو مازن كل العالم، كل دول العالم أمام استحقاقات دولتنا الفلسطينية في أن تحصل على الاستقلال وعلى على السيادة، لأنه علمنا أصبح يرفرف على مقرات الأمم المتحدة سواء كان في نيويورك أو في جنيف. وإن شاء الله أنه إحنا بأقرب وقت نأخذ هذه أن نحصل على الاستقلال. طيب، كان قرار رفع العلم الفلسطيني هناك من أيده وهناك من عارضه وهناك وقف على الحياد، لو بإيجاز الدول التي كانت مع القرار أو ضد القرار أو على الحياد. يعني هو 119 دولة كانت تأييدا لرفع هذا العلم على مقرات الأمم المتحدة، 119، و45 امتنعت، وثمان دول عارضت. الدول يعني معروفة هي إسرائيل وحليفتها أمريكا وأستراليا وكندا وجزر غير معروف في المحيط الهادي، في بعض الجزر، وثمان دول. وكان من بين الدول الإسلامية أربع دول امتنعت عن التصويت، وهي اليمن وأوزبكستان أو تركمستان وغينيا بيساو وغينيا، لكن الكاميرون امتنعت عن التصويت. هي تغيبت، أربع دول تغيبت عن التصويت، ولكن الكاميرون امتنعت عن التصويت وهي دول إسلامية. و45 دولة امتنعت أيضا عن التصويت. هناك دول نحن نشكرها،
ونتقدم بجزيل الشكر لها روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، هي أيدت رفع العلم. لكن هناك بريطانيا وفنلندا والدنمارك وألمانيا امتنعوا عن التصويت. يعني 119 دولة وافقت على رفع علم فلسطين في نيويورك وفي جنيف كعلم ممثل لشعب فلسطين ولدولة فلسطين. برأيك هذا التعاطف العالمي وهذا خلينا نقول العجلة التي تمضي إلى الأمام، ما سبب هذا التعاطف جميعه؟ شوف، يعني أنا بعتقد أنه هذا التعاطف أو هذا استحقاق، أول شيء نضالات شعبنا، هذا نضال طويل، سبع عقود من الزمن ونحن نناضل. ثانيا هذا دماء شهداء، ألاف الشهداء، ألاف الأسرى، الجرحى، هذا إنجاز للدبلوماسية الفلسطينية بكل سفاراتها ومكاتبها للخارج، هذا إنجاز وانتصار لسيادة الرئيس أبو مازن اللي العقلاني في إدارته وفي رئاسته لدولة فلسطين، هذا إنجاز القانون الدولي أيضا، انتصار القانون الدولي هو أن نكسب أو أن ننتصر في أن نرفع علمنا ما بين أعلام كل هذه الدول. بالتالي نحن قدمنا التضحيات الكثيرة ونحن عملنا من أجل رفع هذا العلم ما بين أعلام الدول. يعني بس بالحديث فقط للمشاهدين الأعزاء، ستكون هناك فعالية في تمام الساعة 7 على ميدان جمال عبد الناصر بحضور المواطنين وكل الجهات الرسمية من محافظة وأجهزة أمنية ومؤسسات لرفع العلم الفلسطيني وللاستماع ومشاهدة خطاب الرئيس الذي سيتضمن كما يقول المراقبون قضايا مهمة جدا تتعلق في كل العلاقة مع الاحتلال وأبعاد هذه العلاقة وأيضا مطالب الشعب الفلسطيني، المطالب المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته. يعني ندعو المشاهدين أنهم يشاركوا نعم. في هاي هذا المشاركة في التضامن أو في المشاركة في الوقوف والاستماع لخطاب الرئيس ورفع العلم الفلسطيني. هذا مهم، وهذا انتماء لهذا العلم، هذا العلم اللي ضح من أجله آلاف الشهداء، على الأقل إنه إحنا نشارك، لأنه هذا العلم هو رمزنا وهذا هاي رايتنا، وبالتالي إحنا ضروري يعني أكيد المشاركة ستكون على ميدان جمال عبد الناصر وسط طول كرم ما بين الساعة 6:30 والسابعة. طيب بالذهاب إلى موضوع التوجيه السياسي والوطني، وأنت مدير للتوجيه السياسي والوطني في محافظة طول كرم، الدور الذي تبذلونه والجهود التي تبذلونها في أولا الحديث عن كل الرموز الفلسطينية ومن بينها العلم الفلسطيني في المؤسسات الشريكة. نعم، نحن يعني لدينا برنامج، هذا البرنامج نحن متواصلون فيه مع المؤسسات جميعا، سواء كانت مؤسسات أمنية أو كانت مؤسسات وطنية أو مدارس أو جامعات أو مؤسسات أهلية، أينما نحن نستطيع الوصول نذهب ونتحدث عن الرموز السيادية الوطنية ومنها العلم، وليس بس بهذه المناسبة، نحن من سنوات وأنا نتحدث عن العلم حتى في رياض الأطفال، لنا كان برامج كثيرة في رياض الأطفال أنه نعرفهم على العلم، في رسم العلم، في التعرف على ألوان العلم ورمزية العلم بمستواهم، وفي المدارس أيضا تحدثنا عن رمزية العلم وعن رمزية الشعار وعن رمزية الأرض ورمزية الأقصى والشهيد وكل الرموز السيادية الوطنية. لكن بهذه المناسبة وهو رفع العلم على مقرات الأمم المتحدة، نحن وضعنا برنامج خلال هاي الأيام قبل أسبوع وخلال 10 أيام من شهر 10 تشرين أول إن شاء الله راح نتحدث بكثافة في المدارس في الجامعات في كل الأماكن عن العلم تاريخيا وعن العلم رمزيا وعن العلم أهمية العلم وأهمية رفع العلم في الأمم المتحدة والحفاظ أيضا على العلم. العلم يجب أن يكون مرفوعا فوق كل مؤسسة وفي كل متجر وفي كل بيت، هذا العلم رمز السيادة، رمز العزة والشموخ، يجب أن يكون مرفوع، نرفعه في كل الأوقات، وليس بس فقط لأنه ارتفع في الأمم المتحدة، في كل الأوقات يجب أن نرتفعه ونعتز فيه ونحافظ على هيئته، ليس ممزقا ولا باهتا من ألوانه، يجب أن دائما نغيره إذا كان في عليه تغيرات. هذا العلم يجب أن دائما نحافظ عليه مرفوعا عاليا شامخا، لأنه رمز سيادتنا ورمز عزتنا وقوتنا وتضحيتنا. يعني وأنا أيضا
يعني إضافة لما تقدمت به وتفضلت به، أيضا نشاهد دائما في احتفالات دولة الاحتلال في أعيادها القومية نعم العلم الإسرائيلي نعم مرفوع على الشوارع، نعم على أعمدة الكهرباء، في نعم الطرق، يعني من المسافر من طول كرم لنابلس نعم يشاهدها بشكل دائم. هذا يدل على أهمية العلم يعني. نعم يعني وحتى علمنا ليس كباقي الأعلام، علمنا هذا الذي يعني وجد من قساوة الأيام ومن ظلام الاحتلال، الذي يعني استطعنا أن ننتزعه واستطعنا أن نثبته بكل الظروف وبكل التضحيات، حتى استطعنا أن يكون إن علم فلسطيني على دولة فلسطين في دولة فلسطين. هذا العلم يجب أن نحافظ عليه، يجب أن، وكل من يشكك في هذا العلم وكل من لا يعتبر هذا علمه يجب أن نختبر وطنيته. المواطن الذي لديه انتماء هذا علمه، يجب عليه أن يحافظ عليه ولا يسيء لهذا العلم. فهناك نعرف من يسيء له، وهذا مشكوك في وطنيتهم من يسيء لهذا. من يسيء للعلم وقت الإجابة يذهب نعم للانتخابات ويرفع العلم الفلسطيني لاستقطاب أصوات. عموما يعني هناك من يشكك أيضا في الأطفال، أطفال المدارس وأهمية أطفال المدارس وأطفال أو طلاب المدارس وطلاب الجامعات في موضوع التعبئة حول الوطن والقضايا الوطنية، وأنتم دوركم تعبئة الطلاب وطلاب المدارس والجامعات بشكل عام. كيف تجدون طلاب المدارس؟ هل لديهم فعلا حبا للوطن؟ هل لديهم فعلا تضحية؟ هل لديهم فعلا علما حول الوطن وقضاياه الوطنية؟ يعني نحن في التوجيه السياسي لنا في بمعدل ما بين 50 إلى 60 لقاء مع طلبة المدارس في الشهر، وممكن أحيانا تصل إلى 80. نعم وهذه تتحدث دائما عن تعزيز الانتماء والولاء للرموز السيادية وللوطن. وبالتالي من يشكك عليه أولا أن يتابع عمل التوجيه السياسي، إذا هو لا يعرف ماذا يفعل التوجيه السياسي والوطن في المحافظة. أنا بقول له من يشكك أن التوجيه السياسي يبذل قصارى جهده وبكل إمكانياته وبكل مفوضيه الذين هم على درجة عالية من الانتماء والوعي والتضحية بتنفيذ برامجنا. عليه أن يأتي، إذا هو مش عارف يجي يشوف قديش إحنا نبذل جهد، قديش إحنا بتواصل مع كل المؤسسات وخصوصا طلبة المدارس. وهذا التعاون الوثيق ما بين التوجيه السياسي والتربية والتعليم، مع مديرية التربية والتعليم، مدراء المدارس، ببرنامج شهري واضح في اليوم والتاريخ والموضوع والساعة والمكان والمدرسة. لا، احنا بنقول التوجيه السياسي يبذل قصارى جهده من اجل التعبئه لطلبه المدارس ومن اجل توعيه طلبه المدارس ومن اجل الوقوف على كل قضايانا اللي بتهم ابناء شعبنا من اجل تعزيز الانتماء والولاء لديهم. يعني عمل ودور التوجيه السياسي ايضا بعيدا عن المدارس والتوعيه الوطنيه والتوعيه السياسيه ورفع الهمه وفي كل هذه التفاصيل، اين يكمن ايضا دوركم كتوجيه سياسي ووطني؟ يعني نحن دائما نسعى لزرع النصر في صدور شعبنا حتى نستطيع انه نرفع من معنوياته. نحن نتواصل مع المؤسسة الأمنية أيضا، مع الشرطة، مع الأمن الوطني، مع كل الأجهزة الأمنية في انه نعطي دورات في القانون، في كيفية التعامل مع أبناء شعبنا، في المحافظة على أبناء شعبنا، في تعزيز دور هذه المؤسسات الأمنية، هؤلاء الذين يحفظون الأمن والذين يعني يسهرون على أمن المواطن ليل نهار. يعني يوم العيد شفتهم لم يعيدوا بين أولادهم ولا أهلهم ولا أسرهم، كانوا بيننا محافظين على أمننا في الليل في النهار في كل الأوقات. لهم كل التقدير، لهم كل التقدير، يعني لو مهما كافأناهم لن نفي لهم حقهم. هذه المؤسسة الأمنية التي أحيانا يساء لها وهي تتحمل الإساءة من أجل أبنائنا ومن أجل وطننا ومن أجل شعبنا، لأنها تقوم تعرف شو مسؤوليتها بحق وحقيقة. اليوم أنت بتعرف أنه
هناك جهاز امن ضبط 16 كيلو ونص مخدرات. هذه اذا انتشرت في محافظه الوطن ماذا تفعل في ابنائنا؟ هذا هو الامن. هذا امننا. الحديث عن المخدرات وين دوركم؟ اكيد نحن نقوم، نحن والشرطه عندنا جهاز مكافحه، ايضا الشرطه تقوم بدورها الكامل في المدارس وفي الجامعات وفي كل الاماكن. نعم. ونحن ايضا نقوم بهذا الدور، لكن نحن الى جنب احتلال. الاحتلال لا يرحمنا، الاحتلال يعيقنا في كل تحركاتنا، في كل توجهاتنا واهدافنا، هذا احتلال. طيب بالحديث يعني قبل الختام، بالحديث عن التوجيه السياسي، يعني بعد خطوة رفع الأعلام في نيويورك، يعني الأكيد هناك ستكون مجموعة من النشاطات، يعني كيف يفكر التوجيه السياسي والوطني في طول كرم للاستفادة من هذه خلينا نقول من هذه اللحظة التاريخية، ومحاولة تعزيز أيضا تعلق الفلسطيني سواء كان طفلا أو رجل أمن بعلمه بوطنه والشعور بمصر؟ نعم، نحن كتوجيه سياسي دائما ندعو إلى الالتفاف نحو قيادتنا الفلسطينية. نعم. نحو علمنا، نحو حول علمنا، حول قيادتنا الفلسطينية، حول كل ما هو يوصلنا إلى أهدافنا وهي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. نحن كتوجيه سياسي نتطرق إلى المواضيع ذات الأولوية. نحن الآن نتطرق إلى القدس والتهديدات التي تواجه القدس الأقصى يوميا. نحن نوعي أبنائنا وشبابنا بأن هذا بتاريخ القدس وبموضوع التحديات والمستوطنات أيضا، هذا من أولوياتنا. كل ما هو الآن على الساحة نحن نقوم بتوعية أبنائنا وتوعية مؤسساتنا الأمنية وكل من نستطيع الوصول إليه بهذه القضايا ضمن برنامج وضمن دراسات وضمن أشخاص أكفاء لهذه المواضيع. لا، التوجيه السياسي الحمد لله رب العالمين، يعني ليست لأني مدير توجيه سياسي، لا، نحن نبذل جهدنا وقصارى جهدنا بالتعاون مع أخواننا في المؤسسة الأمنية، مع مدراء المؤسسات، مع الجامعات، مع كل من حريص على هذا الوطن وحريص على أبناء شعبنا. نحن نتعاون من أجل الوصول إلى الهدف والوصول إلى شعب واعي، شعب مثقف، لأنه بهذا الوعي وبهذه الثقافة الوطنية نستطيع أنه إحنا نحرر وطننا، نستطيع أن نقف إلى جانب قيادتنا الفلسطينية الواعية القادرة على أنها تلعب في ساحة الدبلوماسية الفلسطينية وليست بالساحة الإسرائيلية التي يجرنا إليها الاحتلال، وهو المواجهة، المواجهة العسكرية. ونحن منتصرون عليهم في الساحة السياسية، في الساحة الدبلوماسية العالمية، وهذا اليوم إنجاز تاريخي دبلوماسي للسياسة الفلسطينية وللقيادة الفلسطينية وعلى رأس سيادة الرئيس أبو مازن. الاحتلال يريد جرنا إلى المواجهات، إلى المواجهات العسكرية، لأنه هو الأقوى في هذه الساحة، وحتى يريد أن يصبغنا بصبغة الإرهاب وأن نحن إرهابيين ونحن نقوم بالتفجيرات، لا، إحنا ضمن وخلف قيادتنا، قيادتنا واعية، قيادتنا رشيدة توجهنا إلى ما هو مصلحتنا، وهناك إنجاز الحمد لله رب العالمين على الساحة، وهذا اليوم إنجاز تاريخي وانتصار حقيقي للقضية الفلسطينية إن شاء الله. أكيد يعني رفع العلم الفلسطيني هو لحظة تاريخية يجب على الجميع أن يعي ما تعني. في نهاية اللقاء يعني كلمة توجهها كمدير التوجيه السياسي والوطني، وأيضا يعني كلمة إن كان هناك في موضوع معين للمشاهد، لكل من يشاهدنا الآن. يعني اليوم هو يوم تاريخي زي ما حكيت، إنه تاريخ بالنسبة لرفع العلم الفلسطيني بين أعلام الدول 193 علم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أبو مازن راح يتحدث أو راح يلقي كلمة في الجمعية العامة. أنا أعتقد أنه راح يحاول ينهي الاحتلال، يطالب بإنهاء الاحتلال، من الدول العالم تأخذ مسؤوليتها باتجاه القضية الفلسطينية ودولة فلسطين. أيضا هو راح يكون على قمة التنمية المستدامة، كله من أجل فلسطين، كله من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إن شاء الله. أنا أتمنى على شعبنا الفلسطيني وخصوصا محافظتنا أيضا أن نهتم بالعلم، برفع العلم فوق مؤسساتنا، فوق متاجرنا، فوق بيوتنا، فوق كل الأماكن اللي يبقى هذا العلم شامخا
مرفرفا ذات دلالة قوية للتضحية والفداء والسيادة. إن شاء الله يعني تصل رسالتك، ونتمنى التوفيق للقيادة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبعا نتمنى التوفيق لكل محافظاتنا اليوم في فعاليات رفع العلم الفلسطيني ومتابعة خطاب سيادة الرئيس أبو مازن. في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكرك سيد بدر ضمير مدير التوجيه السياسي والوطني، كنت معنا في برنامج أوراق عبر شاشة تلفزيون السلام. أيضا أشكر لكم موصول مشاهدينا الأعزاء، تابعتمونا في برنامج أوراق وفي حلقة خصصناها لرفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتحديدا العلم الفلسطيني الذي سيرفرف بين الدول جميعا، وأيضا الحديث عن رموز الوطنية ورمزية العلم الفلسطيني. إذن شكرا لكم مرة أخرى مشاهدينا، كان معكم في إعداد تقديم هذا البرنامج إيهاب ضميري، وفي الإخراج الزميل محمد عيسى. إلى حين اللقاء بكم في الأربعاء القادم، نتمنى لكم التوفيق، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.